بناء الإنسان مقدم على بناء الحيطان، بناء البشر مقدم على بناء الحجر. قصة من الهند. في مطلع الثمانينات كانت الهند بتعاني مثل غيرها من دول الجنوب من فقر وجهل ومرض، وكان حلم معظم الشباب فيها هو الهجرة إلى الدول الأجنبية. تساءل الدكتور المهندس باليجا الذي كان يعمل رئيسا لمؤسسة تطوير الإلكترونيات الحكومية في الهند، قال: لماذا نجعل أولادنا يهاجرون للشركات الأجنبية، ولماذا لا نجعل الشركات الأجنبية هي التي تأتي إلينا؟ خطط لإنشاء مدينة إلكترونية لصناعة تقنية المعلومات على مدى 10 سنوات، وبالفعل نجح في تأهيل 1,000,000 طالب في مجال تكنولوجيا المعلومات اللي هو الاي تي، وأنشأ وادي التكنولوجيا الهندي. الحكومة الهندية وثقت به وأعطته صلاحيات كاملة وخصصوا له منطقة كبيرة في جنوب مدينة بنجلور الفقيرة، ساعتها كانت الفقيرة. قام بإنشاء 7 معاهد تكنولوجية متطورة، والتحق بها 50,000 طالب متفوق، يعني دوروا على الطلبة المتفوقين في أول سنة. أعطى هذا المهندس لكل طالب لابتوب وخط انترنت مجانا، وابتدى يعلمهم. أرسل منهم 2,400 طالب متفوق علشان يتعلموا في أمريكا وإنجلترا وألمانيا تحديدا. اللي رجعوا منهم علموا الباقين، واللي استقروا في الخارج استمروا في زيارة وادي السيليكون الهندي كل سنة لمدة شهر علشان ينقلوا خبراتهم للي لسه موجودين في بنجلور. وعشان يشجع الشركات الأجنبية للاستثمار في الهند في مجال الاي تي، منحهم الأرض مجانا وأعفاهم من الضرائب لفترة زمنية طويلة متفاوتة من مجال لمجال، إذا قامت هذه الشركات بتشغيل 1,000 هندي في كل شركة. وعرض هذه التسهيلات على الشركات الكبرى اللي بدأت تقول في فرصة كبيرة. نجح المشروع وانتقلت له أكبر 100 شركة تكنولوجية عالمية، وبمرور الوقت أنشأ الهنود حوالي 1,500 شركة هندية خالصة برأس مال هندي بتشتغل في مجال البرامج والكول سنتر، وأنشأ كمان أو أنشأوا كحكومة 3 مدن إلكترونية في مدن هندية أخرى. الآن مدينة بنجلور واحدة من أكبر المدن المتخصصة في مجال البرمجيات وخدمات التكنولوجيا، وبتصدر حوالي 33 مليار دولار بكلام المدينة دي بس، 33 مليار دولار سنويا، وزاد متوسط دخل الفرد فيها 11 مرة. رغما عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان داخل هذه المدينة اللي أصبحت بموجبها رابع أكبر مدينة في الهند من حيث عدد السكان، وأصبحت مدينة عصرية متقدمة وحديثة بالمعايير العالمية. لم يقف طموح الهند عند هذا الحد، فهي الآن تدرب حوالي 4,000,000 طالب في حوالي 2,000 مؤسسة تعليمية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة بكل مجالاتها المختلفة، علشان يعملوا في مجالات علمية متقدمة زي تصميم البرامج، تقنيات البلازما، النانو تكنولوجي، الخلايا الجذعية، أشباه الموصلات، وكل ما يمكن حضراتكم تتخيلوا أن التكنولوجيا ممكن تسهم فيه. مات باليجا الدكتور المهندس اللي اتكلمنا عنه سنة 88 بعد أن أخذ لقب أبو التكنولوجيا في بنجلور، وترك لنا درسا مهما. إيه؟ بناء الإنسان مقدم على بناء الحيطان، بناء البشر مقدم على بناء الحجر، لأن إحنا زي ما بيقول المثل المصري أو العربي الشهير، إحنا اللي بنعمل الفلوس مش الفلوس اللي بتعملنا. أحيانا بيكون الاستثمار للناس أقل أهمية من الاستثمار في الناس، يعني بعبارة أخرى تربي ابنك
ولا تعمل له مباني وتكتب له ممتلكات وهو مش متعلم كويس ومش متربي كويس. مهم ان احنا نتعلم ونتربى ونتدرب على قيم النهضة، مش كأننا فقط متلقين، لا.